وصفة طبيعية 100% لكل من يعانون من مشكل ارتفاع ضغط الدم خاصة في شهر الفضيل. وصفة أو كأس واحد يخلصك من الكوليسترول ومن مخلفات المقليات المعسلات والسكريات، منشط للدورة الدموية وكذلك يحافظ على صحة الكبد. معلومات أخرى ستجدونها في هذا الفيديو، نتمنى منكم أن تتابعوه إلى الآخر دقيقة بدقيقة، وكنتمنى كذلك أنكم تكونوا معنا في جميع الوصفات اللي كنقدموا لكم عبر 3 قنوات: قناة حلويات أم عبد المحيط اللي انتم أكيد فيها وكتشرفونا بحضوركم، وكذلك قناة وصفات زمان للجمال الطبيعي مع خنيفسة ويد خنيفسة، وقناة ممتة لذيذة. بسم الله على بركة الله، ونبدأ الحلقة ديالنا، ونتمنى أنكم تنوضوا وتجربوا هاد الوصفة دابا إن شاء الله بإذن الله للإفطار. بسم الله على بركة الله. بالنسبة للمكون ديالنا كان كيتستخدم على مر العصور في الطب القديم أو لا في الطب البديل، خاصة في مصر من طرف الفراعنة، ولحد الآن مازال باقيين بزاف 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 كيستخدموه وكيتعتبر من بين الأشياء اللي مهمة عندهم، بحيث أنه كيتعتبر مسكن للعديد من الآلام ومعالج لمشاكل الشرايين نظرا لاحتوائه على مواد مطهرة، وأكيد كيخفف الآلام ديال المرافق وكذلك آلام اللي كيكونوا في المفاصل، وتنفعنا في حالات ديال النقرس بالنسبة للناس اللي كيستعملوا بكثرة اللحوم. وهنا ملي كنكونوا نتكلموا على اللحوم أكيد بعض المرات كيكون هو السبب الرئيسي في ارتفاع ضغط الدم، وحنا عارفين هاد القضية، لكن ما يمكنش لنا نهائيا أننا نخليو من حقنا كيف ما تنقولوا حنايا المغاربة بخصوص شي زردة ولا شي مناسبة. وهذا الشيء علاش كنقول لك ولو تاكلي اللي تاكلي حاولي أنك تجربي هاد الوجبة أو لهاد المكون. كذلك يخفض لنا مستوى ضغط الدم اللي يكون مرتفع، بحيث أنه كيتعتبر محارب للجذور الحرة داخل الجسم. الاستعمال ديالو كتير وفوائده أكثر، بحيث الناس اللي عندهم ثقل ديال الدورة الدموية ومرخرخين دائما حاسين بالتعب حاسين بالعياء حاسين ما قادرين يديروا حتى حاجه، نبغي نقول لكم بانه منشط لحركه الدم ومداعم لقوه ضربات القلب، بحيث انه تعمل على التنشيط ديالها وكذلك كينشط عمليات الايض ويطهر الجسم من الميكروبات. انه الكركدي إيه اللي معروف عند بزاف ديال الناس، وكيتصنف من بين المشروبات المهدئه للجسم وللجهاز العصبي، بحيث انه كيخلص الجسم ديالنا من مشكل ديال الكوليسترول او نسبه الكوليسترول الضار اللي كتكون كبيره، وكيمنع تجمع الصفيحات الدهنيه على جدار الشرايين، ومفيد كذلك للتخسيس يا من تعانين من زيادة الوزن خلال هاد الفترة. نبغي نقول لك راه رائع جدا 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 جدا. إضافة لهذا الشيء كامل نبغي نقول لك حاجة اللي هي جد مهمة، أنه كيضبط الدورة الدموية وكيوزنها وكيقوي الضخ ديال الدم وكيدعم الوظائف ديال الكبد والكلي والقلب. ومن غير هذا الشيء كامل نبغي نقول لك انه تيستعمل حتى في التجميل، بحيث انه تيحارب اولا كيخلصك من مشكل ديال الشيب اللي بزاف الناس كيعانيو منه. ولا بغيتو في الحلقات القادمه ان شاء الله باذن الله نقدمو وصفات بخصوص هذا الامر ديال علاج الشيب ان شاء الله باذن الله للعيد او لا لاطلاله جديده ايام العيد باذن الله. نبغي نقول لكم حاجه اللي هي جد مهمه، ان الاستعمال ديالو كيتعتبر ذو حدين، بحيث انه الا تستعمل ساخن كيطلع لنا لا طونسيون،
الا تستعمل بارد كينزل لنا لا طونسيون او لا ضغط الدم. ما تنساوش بانه هذه المكونات الطبيعيه كانت كتستعمل في الطب الصيني وفي الوصفات الشعبيه الصينيه، وكاينين شعوب اللي لحد الان ضروري ضروري عندهم استعمال هذا المكون، بحيث انه ضروري ما تيتقدم للضيوف وكيتقدم كذلك الناس اللي كيجيو من بلدان اخرى اولا باش كيكتشفوا الحضاره ديالهم وحتى في الحفلات ديال الشاي العائليه. ما تنساوش بانه مساهم بشكل جبار وكبير في علاج ومكافحه نزلات البرد، نظرا لاحتوائه على مجموعه ديال الفيتامينات والمعادن مثل فيتامين جيم، وبالتالي كيساعد اولا كيتستخدم كعلاج شعبي لنزلات البرد، علاج تقليدي لمشكل ديال نزلات البرد، ولكن الا كان غادي تخدم اولا اللي غادي تخاد دافي. اما بالنسبه ليه الا تخدا بارد ممكن اضافه قليل من الثلج معاه ما تيعالجش لينا نزلات البرد، وهنايا فين كتكون الاختلاف في الوصفه اولا الاختلاف ماشي في الوصفه انما الاختلاف في المكون والدور ديالو اللي كيلعب في الجسم ديالنا. ويلي تكلمنا اكيد اكيد على الدهنيات، ما غاديش نساو بالمره المشكل ديال عاوتاني التعب والنعاس، المشكل ديال الكبد الدهني، بحيث ان الكبد الدهني كيجي يرهق الجسم والدهنيات اللي كتكون كيرهق الجسم وكترهق حتى الكبد، خاصه في فصل اولا في الفتره ديال رمضان في الظرفيه اللي حنا تنوجدوا فيها شهيوات، كنوجدوا فيها مقليات، كنوجدوا فيها معسلات، يعني كنعطيو للجسم ديالنا كميه اكثر من هذاك الشيء اللي محتاجاه من الكالوري وكذلك من من المعسلات اولا من الدهنيات وغير ذلك. هذا الشيء علاش نحاولوا اننا نردوا البال وناخذوا اشياء اللي تكون تخلصنا من هاد الدهنيات من الجسم ديالنا وما نخليوش في الجسم ديالنا مستوكيا. كذلك حاجه اخرى بالنسبه للناس اللي عندهم مشكل ديال المعده، كينصحوا الناس اللي مختصين انه يبعدوا عليه، بحيث انه تحتوي كيف ما تنقولوا على مكونات اللي كتزيد كتهيج التهابات ديال المعده. كذلك حاجه اخرى اللي نبغيو نردوا ليها البال، ان الناس اللي كيكونوا مقبلين مثلا على عمليات جراحيه من الافضل انهم ما يستعملوش على الاقل اسبوعين، لانه كيف ما تكلمنا وهضرنا انه تدور الدوره الدمويه بسرعه. ما بالنسبه للناس اللي كيعانيو من مشكل ديال انخفاض ضغط الدم، فكينصحوهم انهم يتوخاو الحذر من نوع عند شرب هاد المكون اللي كتشوفوا معايا، بحيث انه كيزيد ينزل ضغط الدم. هادشي علاش كنقول لكم دائما 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 اي عشبه اي مكون اي وصفه قبل ما نقراوها في الانترنت، قبل ما يقولها لينا شي واحد، قبل ما نستعملوها، فمن الافضل اننا نعرفوا المكون الفوائد ديالو والاضرار ومحاذير الاستعمال. كذلك حاجه اللي هي جد جد مهمه، نحاولوا اننا نقصوا شويه من الملح بالنسبه للناس اللي تعانيوا من مشكل ديال ضغط الدم المرتفع، كذلك نقصوا من المخللات واحد شويه. الوصفه هنايا جد سهله، ملي نبغيو ناخذو نحاولوا اننا ناخذوه يكون احمر غري، وما ننساوش بانه رائع حتى بالنسبه للمشكل ديال فقر الدم، وبزاف الاشياء ممكن اننا نتحكموا فيها عن طريق التغذيه، واكيد بمتابعه مع طبيب عبر مجموعه ديال التحاليل ممكن انك ديريهم او لا تستعمليهم، وبالتالي تعرفي
الامراض او الحالات اللي كتكون عندك واللي كتعاني منها. هنا كيف شفتي معايا كناخذو، هيكون جديد احمر غري. غادي ناخد قياس واحد جوج ديال المعلقات يكونوا عامرين، غادي نضيف عليهم الماء تقريبا ربع لتر اولا 250 ملي اولا ما يسمى بالدارجة المغربية 4 لتر ديال الماء. نوضعهم في واحد الكاسرونة، من بعد نخليه على الاقل ملي غادي يغلى نخليه واحد 5 دقائق حتى كترجع ليا نصف الكمية دائما. من بعد غادي ناخد هذا الخليط اللي غادي نكون غادي نحصل عليه كيف كتشوفوا معايا، نخليه حتى يطلق شوية، ومن بعد ممكن انني الا كانت الحالة ديالك مزيانة وعادية تحليه بشوية ديال العسل الحر وتاخدي سينو. الا كنتي كتعاني من مشكل ديال ضغط الدم اللي كيكون مرتفع غادي تخليه حتى يبرد تماما تماما تماما. غادي تضيفي ليه قطع من الثلج اللي غادي يكون بارد، يعني كي غادي تستعمل هو بارد تيبرد، وعاد تضيفي ليه قطع من الثلج البارد. ومن بعد ما غادي تفطري غتوصل تقريبا هذيك التسعود اولا 10 ديال الليل، يعني قبل ما غدا نتعشاو اولا قبل ما غادي نسحروا، غادي نقومو باخذ واحد الكويس كمشروب مع العائله، وبالتالي غادي تكون تفائده بالنسبه للصحه ديالنا ماشي غير نجمعوا فقط. وصلنا للنهايه ديال الحلقه ديالنا، ما بقى لينا الا نقول لكم تهلاو في راسكم، شكر خاص على المتابعه، والى اللقاء في حلقات قادمه ان شاء الله باذن الله.